تعال اقول لك على الفرع الثاني مهم. في جلسة، في جلسة السبت القادم على حد معلوماتي ستجمع ما بين مسؤول كبير واتحاد الكرة ورابطة الأندية والكابتن حسين لبيب، لأن الكل يقدر قيمة الزمالك، ولا بد أن يكون هناك تفاهمات لاستكمال الموسم بشكل يليق بالكرة المصرية. بقول لك هون فرد تاني في قعدة يوم السبت أو ربما تكون الأحد، ما بين مسؤول كبير مع رابطة الأندية ونادي الزمالك لحل أزمة البيان وشرح كافة الأمور والوقوف على حقوق نادي الزمالك المشروعة والتي نؤيدها جميعا. خلي بالك احنا مش في خناقة، واللي عايز يوديها لخناقة فاشل، احنا مش في خناقة. ولكن قبل ما تيجي اللي بيكتب ويقول لك هي قبضه وقبيضه وبيهدوا القبيضه اللي بيكتبوا يضللوا الناس، القبيضه اللي انت بتشتريهم عشان يضحكوا عليك. شوف انت كم واحد شغال يكتب ضلال وكذب، شوف انت كم واحد شغال يكتب ضلال وكذب يقول لك الزمالك ما يعرفش مبارياته ايه. طب تابع حلقه الخميس وانت تعرف الزمالك مبارياته ايه. اقول لك تاني، انفراد مهم جدا 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 في جلسة يوم الخميس القادم تجمع ما بين مسؤول نادي الزمالك ورئيسه الكابتن حسين لبيب ورابطة الأندية لحل أزمة البيان وحقوق نادي الزمالك. خلصي. مسؤول كبير في الدولة ورابطة الأندية والكابتن حسين لبيب لحل أزمة البيان، والكل حريص على حقوق نادي الزمالك. نادي عظيم وجمهوره جمهور عظيم، ولا يمكن حد يستخف بنادي الزمالك أو جمهوره أو إدارته. فما تجيش تقول لي بقى إن أنا عشان مختلف معاك تقعد تقل أدبك. وارجع تاني، اطلب حقوقك في الاوقات السليمة والاوقات الصح، اطلب حقوقك في الاوقات الصح. لكن ما تجيش تطلب تقول لي والتحقيق في التحكيم من اول السنة. انت شغال عند الجماهير اللي انت بتأجرهم يشتموا الناس، انت مش شغال عند نادي الزمالك على فكرة، انت شغال عند الجماهير وبتكلم كلام ليس له اي علاقه بالمنطق والعقليه. انت بتدغدغ ناس للاسف الشديد ما بتفهمش وبتديهم معلومات وانت تعرف انك انت بتضللهم. انا بتكلم على اي حد بيتكلم غلط او بيكتب حاجه غلط، مش حد بعينه، مش حد بعينه، مش حد بعينه. بس انا يعني عايزك انت بس تشوف شكلك عيوب ازاي، لانك انت مش هتقدر. ما زمن الانسحابات وما وحل مجالس الادارات والاوانطه هنا وهناك ولا وراح، ولا وراح. انسى موضوع ان انا ما العبش، انسى. انا بقول لك على مسؤوليتي، اي حد يقول لك مش هلعب انسى. يبقى كده بأكد لك انفرادي، يوم السبت أو الحد ستنتهي هذه الأزمة، وهيكون هناك اجتماع مهم مع مسؤول كبير يجمع رابطة الأندية ويجمع مسؤول نادي الزمالك لحل الأزمة. النهارده أنا لو جيت قلت لك، وأنا بقول لك السبق ده والانفراد، الأهلي أنت قعدت تقول إيه، والهجاص يقول لك إيه، الأهلي كلامه خلاص. وانت قعدت تهلل، محدش قال لك بتهلل ليه؟ يعني انا يعني بستغرب، بستغرب الناس
مش عايز الناس تختلف. لا احنا هنختلف غصب عنك، ما دام الاختلاف باحترام وتقدير لقيمة الزمالك بتريك، لانك انت لا تساوي شيء اصلا، لانك انت لو محترم مش هتشتم، ولو محترم مش هتتجاوز. الزمالك ليس فيه شتام ولا لعان، ولا جمهوره شتام ولا لعان. جمهور الزمالك جمهور محترم وجمهور عظيم، لكن الذباب الالكتروني والعلم القذرة اللي على السوشيال لا تحرك لأحد ساكن. خليني اخدكم سريعا قبل ما اخدكم لانفراد مهم في النادي الاهلي، وازاي الاهلي ضرب كرسي في الكلوب. خليني اخدكم سريعا الى نادي الزمالك مع مراسلنا هناك الاستاذ احمد وجيه عامر، مراسلنا في نادي الزمالك ومسؤول ملف نادي الزمالك معنا في ملعب الشمس، ومعكم مع عبد الناصر زيدان. يا احمد السلام عليكم. مساء الخير يا كابتن، وتحياتي لحضرتك وعلى كل ضيوفك وعلى كل مشاهدينك يا رب. ماذا يدور في نادي الزمالك يا احمد الان، وايه اللي وصلنا له؟ والله طبعا نادي الزمالك على صفيح ساخن يا كابتن منذ مباراه المصري الاخيره، وبعد القرارات والبيانات يعني، وان عدم استكمال او عدم خوض اي مباراه في الدور التاني او خلال مباريات الدور الثاني الا بعد نهايه مباريات الدور الاول، في بيان رسمي يعني اصدره الزمالك امس. النادي او كابتن حسين لبيب رافض كل محاولات اللي جات له من يعني، سواء كمل وهيفضل هيبقى فيه عدال او هيبقى فيه كل هيلعب، لا كمل عشان خلاص شكل الدوري وكل هذه الامور. كابتن حسين لبيب رافض كل رفض حتى هذه اللحظه، يعني حتى هذه اللحظه انا بكلم حضرتك يا كابتن، نادي الزمالك او كابتن حسين لبيب رافض خوض اي مباراه، وفقا للبيان الاخير ان الزمالك مصمم على عدم خوض اي مباراه الا بعد نهايه مباراه الدور الاول. اخر مباراه الزمالك يلعبها هي مباراه فاركو يوم الجمعه المقبله، بعد كده يعني ان جد جديد هنعرف، لكن حتى هذه اللحظه مفيش. الزمالك ومصمم على موقفه، وواضح كده ان الامور مع نادي الزمالك خصوصا بقى كابتن كمان، الدنيا ولعت في نادي الزمالك، او الدنيا غضب اثارت غضب قرارات اتحاد الكره منذ قليل ولجنه الحكام، تعيين محمود البنا وتعيين احمد الغندور في المباريات المقبله في دوري الترقي. كان في كلام داير داخل لجنه الحكام، يمكن انا قلت مع حضرتك امبارح ان هناك اتجاه لايقاف محمود البنا لمده شهر. الجميع اتفاجئ ان اتحاد الكره يعني مش عارف يعني لجنه الحكام عايزه ايه. خلي بالك اتحاد الكره عاقب البنا ولكن بيلعب في درجه اقل. تمام بس يا كابتن، لا ما هو بص خلي بالك، ما هو انت مش هتذبح الناس، هو مش هيحكم لك بالدوري، وعنده ايقاف في الدوري المصري غير معلن، ولكن كان يقفز على مستواه بيلعبه في الدرجه اللي اقل، ده ما يزحلكش. ماشي يا كابتن، يعني انا معايا اهو يا جماعه، النهارده الخميس منتخب السويس مع سبورتنج الساعه 5:30، الحكم محمود البنا ومعاه سيد نافع وعماد العقاد ومحمد العتباني في نفس التوقيت، حرس الحدود والترسانه حكم ساحه احمد الغندور ومعاه رجب محمد ومحمود حسين والسيد منير، هو نزله درجه اقل. انت تزعل ليه في الزمالك؟ ما تروح تضربه بالنار بقى. لا يا كابتن مش كده، مش يعني الكلام ده. انت تقول لي الغضب في الزمالك لو خدوا مباريات في الدوري الممتاز؟ ما هو يا كابتن مفيش غير الاثنين دول في مصر يا باشا. ما هو احنا اصلا ليه انا بناقشك في دي؟ انا في برنامج كوره بلدنا زمان عملت حمله انك لما تعاقب حكم ما تنيموش في البيت، انت بتدمر مستقبله، لكن لعبوا درجه ثانيه، لعبوا درجه ثالثه. تمام يا كابتن، لكن مش عاقب ازمه او عاقب جدل كبير حصل في ماتش زي ماتش المصري. ما هو ده، هو ده خلافي معاكم كزملكاويه يا احمد، اني انا مع مطالب الزمالك في العداله التحكيميه، ولكن ساعات بيحصل تغول في المطالب، يعني يلعب ليه درجه ثانيه؟ مش من حقك تقول ده. لا يا كابتن، لكن مباراه زي هامه زي دي يعني تساوي او تعادل
مباراة في الدوري الممتاز يا كابتن. لا 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 لكن اسمها درجة تانية. ماشي يا كابتن لكنها فاصلة. طب حضرتك من حكم اللي ما طردش سيد سيد الكابتن عبد العزيز السيد اللي ما طردش حسام عبد المجيد وسيراميكا عمل 500 بيان ما توقفش اصلا. تمام يا كابتن لكن انا شو بقول لك. هو الحق بيزعلك يا احمد؟ لا مش بيزعل يا كابتن لكن حضرتك عبد العزيز السيد في كلام انه توقف. في كلام انه توقف عشان ده خطأ فادح. هل سيراميكا هيعترض لو لعب درجة تانية؟ ده كانت وقف اصلا. يعني احنا برضو عايزين الكلام برضو ده يا كابتن. يا احمد الخناقة كلها على ان ركلة الجزاء لم تعد. تمام. مفيش حكم في العالم بيقدر ضرب الجزاء دلوقتي. ومع ذلك الزمالك اتظلم. سيراميكا اتدبح. يا جماعة اللي بيحصل ده تدمير للكورة في مبالغة. يعني انت بتقول لي معلش انا اسف على انفعالي بتقول لي غضب في الزمالك على ان محمود البنا يلعب ماتش درجة تانية هو احمد الغندور. ازاي؟ ده حقيقي ده هم والمجلس شايفه كابتن ان دي اهانة لنادي الزمالك واهانة للادارة وللجماهير كمان ان قرارات لجنة الحكام تحس ان هم بيوجهوا رسالة غير مباشرة للزمالك ان بياناتك او البيان اللي صدر امس ده ما يفرقش وده ممكن هيسير الموضوع اكثر وهيعقد الموضوع اكثر خلال الفتره او الايام المقبله كابتن. بعد قرارات يعني انا مش فاهم اشمعنى الغندور. انا هكلمك والله العظيم بامانه اشمعنى الغندور واشمعنى البنا خصيصا في هذا الوقت. يعني انا مش فاهم يعني في حكام كويسين في الساحة زي أمين عمر محمد معروف وي 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 ويعني مش عايز أذكر أصلا في حكام كتير جدا. اشمعنا الاثنين دول في الوقت ده يا كابتن؟ يعني أنا عايز برضو عايز تفسير. من حقك إنك أنت تبحث عن تفسير ودي نقطة الخلاف اللي بيني ما بينكم. طيب إيه تاني؟ يعني المتحدث الرسمي تحدث وقال يعني برضي كلام ليه حق فيه وكلام ما ينفعش حد يوافق عليه. اللي ليه حق فيه تمسك الزمالك بما جاء في البيان هو حر ولكن يقول لك ايه ردك طبعا يقول لك والتحقيق بكل الاخطاء اللي اصابت الزمالك تحكيميا من بدايه الموسم. ده منطق ده يا جماعه يعني ده منطق طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الدنيا في نادي الزمالك يعني ما فيش يعني كله الحديث الداير عن مباراة الاهلي والزمالك المقبله وهل الزمالك هيستمر او هيلعب هيكمل او هيكمل الموسم قبل نهايه مباراة الدور الاول ولا لا. طلع طبعا الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ويعني نشر كده بيان او نشر بوست عبر صفحته وهو قال ان كل الكلام اللي بيقال زي ما ذكرت في بدايه مكالمتي او مداخلتي معاك يا كابتن ان الزمالك مصمم على موقفه. الزمالك ان هو هيكمل على بيانه ان هو مش هيخوض اي مباراة قبل نهاية مباريات الدور الاول. هو وده حقه كابتن وده حق نادي الزمالك ومفيش في الدنيا كده. انا عرفت ان بيراميدز لحد دلوقتي والاهلي ما لعبوش بعض يا كابتن. هيلعبوا 12 7 يعني بيراميدز والاهلي يعني حتى هذه اللحظة 12 7 ماشي يا كابتن. هل في كده يعني معلش يعني انا بقول لك اهو انفراد الزمالك حضرتك لو متابع اللايف من الاول وفي حلقه النهارده الخميس هفجر مفاجآت مسلسله. الزمالك عنده المباريات دي المؤجلات وحتى الاسبوع ال 30 من شهر فبراير ما اعترضش ليه؟ جاوبني انت تعرف ان الزمالك عنده جدول المباريات من شهر فبراير؟ عنده لسه مباراة فبراير المقبل؟ لا الزمالك عنده مبارياته وجدول مبارياته وجدول مباريات الاهلي وجدول مباريات بيراميدز وفيوتشر اللي هم الاربعه بتوع افريقيا. لجنه المسابقات في الرابطه بعتت للاربع انديه كل مبارياتها المؤجله وحتى الاسبوع ال 30 من شهر فبراير. لماذا لم يعترض الزمالك لما جاله الجدول؟ من فبراير لان يا كابتن الامور كلها اللي بتدير او الامور كلها كانت ماشيه في سياق الامور
ان الزمالك و ماشي يا ابني، انت متفق معايا؟ اذا متفق معايا ان دفاع الزمالك عن حقه في الظلم التحكيمي كلنا بحق. تمام، انا متفق معاك مش معترض، ولكن تغولنا في الطلبات. انا بقول لك انفراد اهو، الزمالك عنده جدول المباريات، مش الزمالك بيتكلم في البين عن تكافؤ الفرص وعرفونا هنلعب امتى والمنافسين امتى. لكن ماشي يا كابتن معاك في كل حاجه، ويمكن عايز ارجع بس معاك لحاجه وده اتناقشنا فيها وكلام كله، عمال يقول لك بالتريقه على البيان نادي الزمالك. لا انا بص، انا ضد التريقه والتجاوز. ما انا فاهم يا باشا، ماليش دعوه اللي بيتجوز، ماليش دعوه بيه. من حق الزمالك انه يطلع بيان، ان شاء الله يطلع بيان. ما تزوقني يا ماما. بالظبط، بعد مداخلتي معاك امبارح يا كابتن، وبعد ما لقيت بقى الكلام وقيل وقال والزمالك بيعمل ايه والبيان ضعيف وكل الامور دي كلها، دخلت وتابعت وشفت ان الاهلي يا كابتن، ان الاهلي في موسم من المواسم كان لسه الاستاذ هاني ابو ريده، باشمهندس هاني ابو ريده كان هو الرئيس برضه. يعني الزملكاوي يعني غير، بس ودانا فين احمد وجيه؟ شويه كده هيقول لي وايام الكابتن سمير زهر الله يرحمه، وبعد كده هيقول لي وايام اللي هو حرب ربنا يديله الصحه. يا عم الحاج، يا عم في سنه 24 اعرف مطالبك ايه؟ ممكن يا كابتن، انا بس انا برجع لك بالبيان اللي اصلنا. طب ممكن اسالك سؤال يا استاذ احمد؟ معلش دي خناقه صحيه، ممكن اسال معاك سؤال؟ اتفضل. إيه احمد سالم المتحدث الرسمي المحترم، عشان نحترم حد يفكرني بتجاوز في حق الراجل، بيقول احنا عايزين حقنا التحكيمي والتحقيق من اول الموسم. طب ضربات الجزاء اللي خدها الزمالك او انطا هترجع للفرقه تاني؟ الزمالك خد ضربات جزاء او انطا يا كابتن؟ يا جماعه الواد ده زملكاوي حقنه، انا بسخنه يعني. يعني كل ركلات جزاء الزمالك ال 99 ضربه دول اللي خدهم. اسمعني عشان احسن الناس تفكر ان انا بهاجم الزمالك او بشكك، اقصد ايه؟ ان هناك لك وعليك في حاجه اسمها حققه في كل حالاتنا التحكيميه من اول الموسم. طيب حضرتك بعد اذنك، هل بلاش يا عم اقول لك بنهايه الموسم، انا هل لما يحققوا هيرجعوا يطردوا حسام عبد المجيد ويلعب الزمالك يكمل ماتش ناقص 10 ناقص 1 ب 10 لعيبه؟ يا كابتن، يا كابتن انا بس عايز اوصل لك يا احمد ان في طلبات. يا احمد احنا مش يا احمد احمد احنا مش جماهير، احنا اعلاميين بتقود الراي العام. ما ينفعش نوافق على غلط. الزمالك من حقه يطالب بحقوقه، ولكن دي مش حقوق. يعني انا متفق معاك يا كابتن، متفق معاك والله، لكن في اخطاء ما ينفعش تعدي. يعني في اخطاء زي ضربات الجزاء ليك وعليك، افاول كارت احمر زي حسام عبد المجيد. ما تجيش تقول لي كمتحدث رسمي حقق من اول الموسم. اهو سؤال بريء للسيد المتحدث الرسمي المحترم. طيب وهو وانت بتطالب بالتحقيق في كل ما تعرضت فيه لظلم تحكيمي من بدايه الموسم، المنافسين اللي كانوا ليك حقهم هياخدوا ازاي؟ اصل خلي بالك ده كلام مطاط يبوظ اي مسابقه. انت هنوصل لايه؟ وكمان بتقول لي سلام عليكم يا جماعه، الكره مش كده في العالم يا بكا. ما ينفعك متحدث رسمي يقول مع كامل الاحترام لكلامه عايزين تحقيق كل اللي حصل لنا من بدايه الموسم. ده بالنسبه كابتن لنادي الزمالك او بالنسبه ل لكن لو رجعنا بقى لمشكله عواد، او رجعنا برضو ده كان النهارده برضو يبقى اذا يا جماعه لحظه، اذا حتى الان الموقف معلق. انفرادي باكده تاني قاعده يوم السبت او الحد مع مسؤول كبير في وجود الرابطه والكابتن حسين لبيب لانتهاء هذه الازمه، وعلى مسؤوليتي الزمالك هياخد حقه، ونحترم الزمالك جدا وجماهيره، ولازم نقدر الزمالك وما يصدر منه من بيانات زي ما بنقول على الاهلي نقول على الزمالك، ولازم مجلس الاداره يبقى عارف ان في اخطاء حصلت لن تتكرر، لان الزمالك مش هفيه ومش هتنفع اي حاجه من اخطاء معاه. ولكن على مسؤوليه الازمه تنتهي السبت او الاحد القادم، ومباراه الاهلي والزمالك في موعدها
ده سبق وانفراد وعلى مسؤوليتي، والزمالك هياخد حقه تالت ومتلت، واحنا مع مطالب الزمالك الشرعية مش الخزعبلية.